بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بدر رحمان من معدات مزارع الدواجن. ان شاء الله اكلمكم النهارده عن البطاريات البلاستيك. زي ما حضراتكم شايفين دي كده طلبيه، طبعا شركه شحن منتظره اهوت انتهاء العمل، انتهاء من تجهيزهم. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، دي كده البطاريه اللي متفككه، طبعا بتوصل للعميل بكامل مشتملاتها. طبعا في اللفه دي معاها الخباط، معاها الكعان، معاها الكراتين، كل حاجتها كامله. تمام. طيب وده كده شكل البطاريات المتجمعه، وده كده شكل التغليف. طبعا تغليف بستريتش، تمام، يعني بيضمن لينا الحمايه. ده كده شكل البطاريه بكامل مشتملاتها في حالتها. طبعا احنا بنغلف بالشكل ده كده وبنحط ستيكر علشان يبقى في مراعاه اثناء ما المندوب يحمل او يشيل البطاريه دي، يبقى ضمان ان الشغل طالع سليم من اول. ده كده شكل التجميع. طبعا بنقفل بنظام اللي هو المواسير، بنقفلها باللي هو لحام المواسير، تمام، كبات بيور درجه اولى، يكون معاه العلافه، علافة البلاستيك كامل مشتملاتها بتكون معاها. اي استفسار سيبوه في التعليقات. ياريت تشتركوا معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك وشير. على الرحمن ومستلزمات المزارع.